بعد ابتهاج الموصليين بعودة توزيع الحصة التموينية التي يفترض أن تسد قدراً ولو كان بسيطاً من احتياجاتهم الغذائية، تفاجؤوا بعدم صلاحيتها للاستخدام البشري. فبصورة عامة مواد الوجبة من النوعية الرديئة، ما يوزعون بس الناس على تستوى من الشكر، هذا الشيء ما يتغير ما يتبدل، والباقي يبيعونه يبدلون كله، سواء زيت يبيعون الزيت ويأخذون زيت تونسة أو يأخذون عدة نوعيات، ويبيعون التمن ويأخذون بسمتي، ويبيعون الحمص ويبيعون كل شيء، لأن نوعيته بصورة عامة غير جيدة. ويلجأ الحاصلون على الحصص التموينية غير الصالحة للاستخدام البشري إلى بيعها مقابل الحصول على غذائيات صالحة للاستخدام. أكثر الناس وأغلب الناس تبيع قسم من هذه المفردات، اللي هي مثلاً التمن، الرز. الرز أصلاً ما ينكل، يعني أصلاً أنا من الناس أروح أبيعه للوكلاء اللي يأخذون التمن، يقول لي هذا نستخدمه العلف بس. ويفترض أن تخفف الحصة التموينية أعباء الأزمات الاقتصادية والمالية وآثارها السلبية على معيشة المواطن، لكن ذلك لم يحدث. رداءة بعض النوعيات بصراحة يعني أرهقت المواطن وأرهقت كاهله وأرهقت دخله المحدود أصلا، الذي يعني ربما لا يسد يعني قوت يومه. لذا يعني هي دعوة وأمنية أن تنظر وزارة التجارة بعين العطف وبعين الأبوة إلى أبنائها، وهي تخصص لهم هذه المفردات التموينية. ويقول المستفيدون من الحصة التموينية إن الفساد تفشى في البلاد إلى درجة لا يمكن وصفها، يعكسها وصوله إلى الحصة، حيث باتت أقصى أمان الحاصلين عليها أن تكون صالحة للبشر.